صباح الخير. صباح الخير على الجميع، اخوان الاخوات، نعود اليكم في عاد الصباح. اتمنى لكم صباحا يكون ان شاء الله موفقا للاخيار والخيرات الاحرار والحرائر. فقط اذا صباحكم سعيد، نعود من جديد، عدنا والعود احمد. باقي ما فطرنا، يلا غادي هذا الصباح. فكروني الازلام اللي عامين هما يا هما غابرين، كفار بالله مريدي الاضريحه. كاين اللي مشى في رمضان دوز في الاضريحه، يا جمعوا الزكاة وجمعوا هذيك اللي رجعوا، وواحدين اخرين مشاو لاوروبا عرقوها بيد ويزر وفوستار وبافاريا وشبعوا وجمعوا البركاسة وجابوها هنا اللي من عيطوا عليهم سيادهم اللي تيجوا هالكفار بالله. اصحاب الاتباع ديال بوصابون، غير الاتباع، غير المخلفات وحيزابونات وهم كحل تيسيرهم كيما بغاو. قول لهم جو وقفوا مع اصحاب اوريشيل اللي كانوا ضاربينها بضمصة من شهر واحد، كل شي صيح الاخبار ضاربه بضمصة. ما خرجوا نيابهم وخرجوا نياب الكلهم، خرجت النياب ديالهم حتى من جات الحصيصه، من جات الميزانيه، لان داك الشيء امتى اشتد المسائل وخرجوا النياب ديالهم هي النهار اللي جات الحصيصه. كان عندهم الامال، مشاو ضاربينها بالطم عام كامل من شهر واحد، وما راه سايقين الاخبار النهار اللي سناو عارفين اش كاين، اللي غيدوز واللي ما غيدوش. وهذاك الشيء اللي كنت نقول لكم هو اللي كاين. من خرجت الحصيصه، لان من 19 شو تنبير حتى ل 23 شو تنبير كانوا تيديروني انعكاس للملك، تدقيق. مين يداروا التدقيق 22 شو تندير، هذاك الوقيته انهاو الاشغال ديالهم. عفوا، وقدموا المشروع النهائي ديال المبادئ الاساسيه اللي كيفاش غادي يتم الصياغه ديال النظام الاساسي فعلا. شكلت اللجنة لصياغة النظام الأساسي، كل شيء غادي مزيان. هذيك الساعة خرجوا بواحد المراسلة قال لك حقا ما حقا ما غادي نوقعوش، كانوا باغيين يوقعوا المشروع ديال المحضر ديال المبادئ الأساسية، قالوا غادي نأجلوه. أش غادي نديرو؟ هادو راه المصالح الإدارية والوزارة وكل شيء والنقابات متفاهمين على هادشي. نديرو ما غنديرو؟ قال لي اسيدي اش غادي نديرو؟ ما كاين باس، ديروا واحد المراسله ديال الملفات اللي ما عندها حتى علاقه بالقطاع ديال التربيه الوطنيه، ما عندها حتى علاقه بهذاك المحضر ديال اتفاق 18، ما عندها حتى شي علاقه بخارج الطريق، ما عندها حتى علاقه ببن موسى، باش يديروها كشماعه وهي خارج السلم بين مزدوجتين. تفهمناهم ان خارج السلم اللي داروا خارج السلم، ولكن المشكله بقى التنسيقيه ديال خارج السلم، كي غيديروا ليها كيديروا حتى غيحيدوها. المشكله كي غيديروا غيحيدوها، غيديروا التنسيقيه ديال الدرجه الممتازه المقصيه. المهم راه ولاو تيديروا الدرجه الممتازه باش تشوف تشهليبه ودعم. مين يداروا هذيك المراسله وخاصهم يزينوها باش بديك القضيه ديال
ديال شنو هي ديال منحة التحفيز، وخاصنا نتلاقاو مع القواعد، وخاصنا يعني تجويد العرض خاوي في العرض. انت عارفين بنادم ما تدي ما تجيب بلا ما نقولوا كلام اخر، غاسلين عليكم الليده ولا عم تيتريقلوا عليه. انا اللي تيهمنا فيها الهم الكحل، اللي تيهمنا اصلا وهما هذوك الكنان ملي تيقول لك ضحايا ما ضحايا، هما ما ضحايا ما نمي، ما ضحايا ما نمي، ما صدقوا باغين غير يديروا، باغين حزبونات الهم، صدقوا باغين عايط تلقاو باي طريق. واخا يقول لي حيد السروال يحيدها، اي رقيه مع احترامات الاخوان والاخوات. اللي داروا هذيك القضيه مشى بن موسى هذيك الساعه تلاقى مع خنوش، تيقادوا في الحبه في الميزانيه اللي غادي يشدها هو بن خنوش، اللي غادي يشدها يعني وزير التربيه الوطني، ديك 62 مليار ونص، وتزادتو ثاني 5 المليار ونص اللي هي 69 مليار ديال الدرهم اللي تخصصت الوزاره التربيه الوطنيه، اللي عندنا فيها كلام اخر اخر، عندنا فيها كلام اخر. راه القوالب كاع ما يحيدوا منهم هذا، ما كاين لا اصلاح التعليم ولا مخزن، كاين املاءات خاصه الدار وخاص بزاف ديال الامور، يقادوا داك الشيء على حسابهم هم. المهم تنهضروا في هذا الشيء، تبعوا مع الهم الكحل ديال هذا. مين يرجع بن موسى خصوصا نهار 28 اكتوبر وقال ليهم هذاك الشيء راه الرد الهاسم هذيك الساعه 18 اكتوبر، هذيك الساعه راه داروا المراسله باش غادي باش يطلبوا من بن موسى عاد تجيني اللجنه العليا ويجاوبوهم هذيك الساعه باش يقول لهم اش كاين اش كاين على حساب الفلوس، واش كاين شي كاين شي ميزانية غيدوز هذاك اوريشي اللي ما غيدوز من تما. جاوبوهم ما كاين حتى شي نمي، ما كاين حتى شي نمي، خرجوا لهم الكرون داك شتو واحدين اخرين خارجين تيقول لي احنا نقرضوا نديروا خرجوا ديروا على روسيا، يلا انت تكمل كل شي تاجر قالوا لكم راه ما كاينش توصلتوا الماكسيموم، لانه دار هذيك الساعه دار القانون المالي قال عندك ما غتصور تكمل كل شيء. ليه جاي تيقول لهم اجوا خرجوا ما خرجوا، وما كان عندهم امل انه يكون شي تعديل بحال هاد التعديلات اللي دارت البارح تسدت لا مامو حتى حاجه ما كاينه. 210 ديال التعديل اللي مطلوبه اللي محطوطه يلا دازت من 46، هاد الشيء علاش هما كان الامل. خارجين سيدي ولد عمي اش تيديروا؟ خرجوا هذيك الساعه اللي قال لهم خرجوا ضرب اطار ديروا اضراب وطني اضراب عام عادي ما هادي، خرجوا لهم قولهم بغاو يحمقوا بغاو يتزاقلوا، قال لك حقه ما حقه. هذيك الساعه حنا ما كناش تنبغوا نصعدوا لان تنقدروا بان النقابات ما النقابات وحنا اعضاء بارزين فيها وهما عندهم ميثاق اخلاقي، دركا ما بقى ميثاق اخلاقي، خرجوا ديروا نديروا الاضراب ونديروا ضرب وطني وصعدوا وديروا يلا يبان لكم انتم تكون عندكم المشكل وتوقفوا ذاك اللي تخرجوا تشبتوا باخرين تغلفوا المشكل ديالكم انتم، راه الهدف ديالكم داز لكم الهدف ديالكم كاع ما غادي تنوضوا ولا غتهضروا ولا غتصموا، راه من شهر واحد انتم ضاربين طم 10 شهور حتى شهر 10 الله فين شهر 10 اللي معيطين على شي كنانم اللي هما اصلا طقبت لهم الورقه اوفيسيالمون، اللي هما دائما تيعيطوا عليهم من يبغوا يعمروا بهم الساحه لانهم راهم يقدروا يخرجوا حتى 2% من هذاك العدد، هما غير ديال النقابات اعضاء بارزين في النقابات هما اللي تيديروا بهم اعضاء ديال التنسيقيات وتيولوا مكلك من هذاك التنسيقي وخرج قول لك انا اللي تندافع على هذا الملف، انا اللي تندافع على هذا الملف، حل ضحايا الضحايا ضحايا النظام ضحايا الهم الكحل. مشاو المخلاو فين مشاو فين ما مشاو اتصلوا بينا نقولوا لهم هذوك ما معاناش تيدوروهم 120، لان احنا معانا الرجال
أنا الرجال معنا الأحرار والحرائر، من يهمهم الأمر معنا الرجال ديال الرجال. حنا عارفين الناس تنقطع، نزلزل الأرض تحت أقدام الهم الكحل، ما تبانوش لينا اللي نتوما ولا الهم الكحل. اللي من يعيطوا شهر واحد نفس هذوك اللي شهر واحد، عرفتي نهار سنة ونهار 18 يناير خير كي خرجوا عيط عليهم قال لهم انتم ما كاينينش، خرجوا غوتوا ربما ندافع عليكم. خرجوا نهار 24 يناير صاحبي، اسبوع بعد ما توقع المحضر ديال الاتفاق 18 يناير. اش تعني هذه؟ عارفينهم من الاول، ما كاين لا هم كحل لا والو، هذاك الشيء اللي اتفقوا عليه ديال الملفات اللي غيدوز هما اللي غادي يدوز، وهذاك الشيء اللي كاين دابا هذاك الشيء اللي غيدوز هو اللي غادي يدوز، وهذاك الشيء اللي تنقول هو اللي كاين. دوكا معيطين على شي هم كحل تاني، هم كحل اللي معيطين عليهم ما صدقوا روسهم، الغدار بيناتهم كلهم بيناتهم شي يبيع بيشي. داكشي كانوا واردين وحقوا له لي كوميست الاولين، دوك لي كوميست كانوا تيحزقوهم وسرهم، اش داروا ليهم؟ اش داروا ليهم؟ عيطوا عليهم تاني. نفس اللي كانوا خارجين في ديك الوقفه في باب الرواح ديال 24 غتشوفوهم نفسهم باغيين يخرجوا دابا معايا. قال لك اضراب وطني ووقفه ومسيره والعمل بحال، وكل واحد تيضرب على كوال تيصوت على كوال. اللي جايين خارجين ومع شي كنان متى مكفي عليهم القفه يجمعوا بهم فلوس يشدوا الجويان يدوهم باب دور الجامع 10 اشهر ديال ندرك 5 تنسيقيات ولا يمثلون الا انفسهم. وكلهم عارفينهم، عارفينكم ما تتمثلوا الا انفسكم. اما الملف ديالنا حنا اللي حطيناه، ده حي الزنزانه التاسع، ده حي الماده 112 قاعد من كيف كانت 2004 2005 ليز دافونس من تروازيام كراد ودوزيام كراد طابلو دو نوميناسيون افيك ديسيزيون كوليكتيف، هم الاوائل غادي يتنصفوا الايام وبيننا يا الزعتر يا النم ديال النم ديال النمي اللي جايين باغيين يخرجوا بها. ناهيك على كوبن هورغن خر اللي ما عارفين كاع المصلحه ديالهم فين جايين واقفين معاهم، وكل واحد دركا تيصوت على كبال، كل واحد باغي يخرج يعني فيه. كل واحد باغي يخرج في تاريخ محدد ديالو، لان ملي تتوصل للصح والمنافسه تيولي كل واحد يقول لك انا هو نقابتي العادله، انا هو تنسيقتي العادله، انا هو النم ديالي العادل. ضحايا الضحايا ما صدقوا ومشى فات عليكم الفوت، خرج فيكم الترين. اللي خارجين دركا قال لك باغيين يجيو وقفوا معاهم، وسير وقفوا معاهم جمعوا بكم شدوا ما ضبطوا الطشينه امي، كل شيء فيه كل شيء كمل. حتى بن موسى من يجرى قدم اخر الطريق كاع ما تسوق لكم، كاع ما تسوق الملفات الخلافيه ولا الهم لك حل ليه كاع ما تهمو، وراه ملصقين ليه التعليم الاولي والرياضه لصقوهم ليه بحال عطوه شي صباط جديد وداروا ليه فيه جوج حصيات ما عمرو يمشي مقاد. التعليم فين عمرك شفتي انت اللي هدموا التعليم، اللي ضربوا 4300 مليار، اللي خربوا التعليم من اطل زيد، هما اللي جايين قال لك باغيين يبنوا التعليم. لا نقابات لا سياسيين لا اداريين، وما كاينش على من تسلم تا خط الائتمان. هذاك خط الائتمان اللي شرحت لكم البارح، علاش ديروا اخنو واش باغي يدير هذاك خط الائتمان الوقائي الاخضري الاحمري الازرقي، وكلشي البعثة ديال الذاكرة داخلة المغرب شحال هذي، ومجتمعة مع النقابات مجتمعة مع الهم الكحل، كلشي دار الطم. علاش؟ لأن هذاك الخط الائتماني هو تيأمن الدفوعات، ميزان الدفوعات، يعني هذاك الشي ديال المحروقات وديال الغاز، هو تيكون يعني باش يخلص داكشي الدفوعات ديال 1 دولار.
ماشي غير دي جيبه يعطيها لكم مفهومه باش تستهلكوها تاكلوها وما يعطيهاش لكم ايش الدواء باش لا كان شي ظروف استثنائيه ولا طلع البويترول ولا كاين شي ذات هو يلقى باش يخلص اون دولار كاش ماني ديال الدفعات الميزان الاداءات وميزان الدفعات تهنى فيه ومنهم واليه محروقات ديالو اللي تدخلت القا يحط لها باش غادي الكاش ديالها والغاز يحط ليه الكاش ديالو تا هو ورا برا تيهم مع الاستثمارات هما اليوم ترك شتو الاستثمار تاع من بعد نهضروا هذا الصباح يلا تبارك الله عليكم ما تنسوش تبارطاجوا على نتاقين واسي حتى الدعم والفائده وتدعمونا دعموا القناه وايضا تبارطاجوا على نتاقين واسي تكثروا من الجيم لايكات الاعجاب وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد ومن بعد غادي نفطروا مع كل الاخرين جالسين تفشلتوا على معاق اللهم خليهم ناعسين من يفيق يقول لك ناضل غصير ناضل على كرموستك لما قادر تناضل تعالى الهم ديالك بتاعت ناضل صحاب كب هرقل زوج غرب بعطيهم زوج غرب الله يفرق لكم الطريقة إن شاء الله سمعوا لنا الإخوان والأخوات الأحرار والأحرائر كوكرا باقي مع فاقش وغادي ندابة في هذا الصباح المبكر عام 3 سنين ثلاثة سنين وأربعة أشهر في العام وغادي خوك غادي ما يستسلم ما كاين زيدو قدام فاس زيدو قدام أصحاب كابا إلى الله يودركم يلا تبارك الله عليكم سمحوا لينا نشوفكم فيديو آخر يلا تبارك الله عليكم.